لقد صدمت صدمة عنيفة أشهد الله على ذلك بعد صلاة العصر حينما بلغت بهذا الخبر الذي يعصف بالقلوب عصفا ويهز فؤاد كل مسلم وشديد على نفسي أن أخبر به الآن ألا وهو خبر وفاة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. والله أشعر بأن فؤادي يرتعد، فلقد شيعت الجنازة بعد صلاة العصر والرجل الآن بين يدي الله عز وجل، فنسأل الله تبارك وتعالى له وأمنه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم قيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم كما لقن شيخنا الملايين الحجة فلقنه حجته بين يديك يا رب العالمين، اللهم عوض الأمة خيرا، اللهم أنزل السكينة على أهله وأولاده، اللهم أسلح له في قبره، اللهم إنا نسألك بعدد كل مسلم سمع لهذا الرجل أن تنزل عليه رحمات من عندك، اللهم أنزل عليه الليلة الرحمات من عندك، اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم نور قبره، اللهم لقنه حجته، اللهم لقنه حجته، اللهم أطلق لسانه، اللهم ثبت جمانه، اللهم ثبت جمانه، اللهم أدم عليه حسن بيانه في جوابه على ملائكتك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، واغفر اللهم لنا وله، اللهم احفظ علماء المسلمين، اللهم احفظ علماء المسلمين، اللهم بارك في اعمالهم، اللهم بارك في اعمالهم، اللهم بارك في اعمالهم، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم لا تحرم الأمة من العلماء العاملين والدعاة المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين، أرجو أن تسامحوا فأنا عاجز عن قسمة المحاضرة، وأسأل الله أن يتقبل منا غير صالح الأعمال.